لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. بعد إكمال أيام التشريق بمنى، ختم الحجاج التشاديون إقامتهم بمنى بختم القرآن الكريم ورفع الدعاء بنية التضرع إلى الله تعالى أن يحفظ الله العبادة والبلاد وأن يجنبها كل مكروه. المناسبة سمحت لرئيس البعثة الدينية النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان بتقديم الشكر للدعاة والمرشدين وحفظة كتاب الله بالجهود التي بذلوها لتوجيه الحجاج التشاديين. أمير بعثة الحج إدريس دوكنيا الدكر انتهز المناسبة الدينية وقدم نتائج حج هذا العام والجهود التي بذلتها اللجنة الدائمة المكلفة بالحج والأمرة لإنجاح الحج. كانت أعطيت فلوس لنادم لازم قلت أن أعطيت ده يمثل خدمات من 1,130,000 تقريبا 130,000 ماشي في التذكرة معناها 100 دولار، والباقي السكن شال لكم 60,000 معناها 3 انتم موجودين فوق ده 60,000 تقريبا بفلوسهم هنا ده 1,675 في اي سرير. الأكل أي ما هاج موجود هنا دفع 16 ريال فاصل 5، وهنا 16 ريال سعودي فاصل 5 للشهر لاثنين واجبات فطور وعشاء. هنا في مشاير أي ما هاج دفع 220 ريال لخمسة أيام فطور غدا وعشاء. عقب كلمة أمير الحجة رفع الدعاء الجوني حسين إدريس موسى دعاء الختمات القرآنية التي تلاها الحفظة في كل من المدينة ومكة وعرفة ومنى. اللهم يا الله الأمن أمنك والأمر أمرك والخلق خلقك والسماء سماؤك والأرض أرضك والجو جوك والأمر أمرك أمن بلادنا من كل سوء برحمتك يا أرحم الراحمين. وختم الدعاء الجوني عربي يونس من كبار الحفظة وأمن الجميع راجين الله قبول الدعاء والغفران.